مباشرة من ملعب العبدي بالجديدة اللي كيحتضن في هذه الأثناء مقابلة ودية كتجمع بين فريق الدفاع الحسني الجديدي وفريق الرجاء البيضاوي. فهذه الجولة الثانية، تقدم فريق الرجاء البيضاوي بهدف 1-0. هذه مناسبة بالنسبة للمدرب الفريقين لتجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين لقياس مدى جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة. فكما تلاحظوا مقابلة متواصلة بين الفريقين الرجاء البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديدي من هنا من ملعب العبدي بالجديدة. مقابلة ودية ولكن كنشوفوا لوحات فنية من مستوى جيد سواء من فريق الدفاع الحسني الجديدي أو من طرف فريق الرجاء البيضاوي. فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي كيقود العارضة التقنية خلال هذه المقابلة سعيد بهلول مساعد المدرب، بحكم أن عبد الحق بن شيخة مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي لازال عالقا بفرنسا، أي مازال الكرة الآن عند عناصر فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي باللون الأخضر في الوقت لفريق الرجاء البيضاوي اللاعبين ديالو يعني باللون الأزرق. اللاعبين ديال الدفاع الحسني الجديدي كيحاولوا يحتفظوا بالكرة أكثر وقت ممكن الهجوم لفريق الدفاع الحسني الجديدي. هذا كان خطأ لصالح مدافع الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي متقدم بهدف 0 حتى الحدود اللحظة دي الجولة التالية. هجوم لصالح فريق الدفاع الحسني الجديدي. دي تمريرة من شعيب مفتول كانت طويلة داخل المعترك، الكرة بسهولة عن الحارس. فريق الرجاء البيضاوي من الأندية الوطنية الكبيرة إلى جانب الوداد البيضاوي الجيش الملكي فتح الرباطي وعدد كبير من الأندية اللي كيمثلوا كرة القدم وطنيا عربيا وإفريقيا. كما قلنا فريق الدفاع الحسني الجديد بالزي الأخضر في الوقت لفريق الرجاء البيضاوي بالزي الأزرق، وتقدم لصالح فريق الرجاء البيضاوي بهدف 1-0 في هذه المقابلة الودية اللي كتجمع الفريقين. ملعب جميل، ملعب العبدي بالجديدة، يعني أرضية جميلة تغري بإجراء مقابلة كبيرة في كرة القدم. كما قلنا المقابلة مناسبة للمدربين معا لإجراء مجموعة من التغييرات وتجريب عدد كبير من اللاعبين لقياس مدى جاهزيتهم، يعني مقابلة حبية الهدف منها هو تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين، وهذا الشيء اللي كيتلاحظ الآن، يعني كل مدرب يحاول يجرب عدد كبير من اللاعبين لقياس مدى جاهزيتهم. الرجاء البيضاوي هو في الجهة اليمنى بالزي الأزرق متقدم بهدف 1-0
في الوقت اللي فريق الدفاع الحسني الجدي منهزم خلال هذه المقابلة الودية. يعني كما كنشوفوا بعض المشاهدين كيسولوا على المدرب عبد الحق بن شيخة، كيتسائلوا واش المدرب عبد الحق بن شيخة لازال عالقا بفرنسا. بفعل عبد الحق بن شيخة لازال عالق بفرنسا فريق الدفاع الحسني الجديدي. هدف تعادل، هدف تعادل لصالح فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي تابع له مباشرة. لكن الهدف من هذه المقابلة ماشي هو الأهداف، الهدف هو قياس مدى جاهزية اللاعبين لا بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي أو بالنسبة لفريق الدفاع الحسني الجديدي. هدف داخل كل شبكة، وعبد الحق بن شيخة بفرنسا يعني مازال عالق هناك. وسعيد بهلول اللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي هو اللي كيقود الفريق في العارضة التقنية كمدرب مساعد، ولكن الآن كينوب على بن شيخة اللي كيغيب على هاد المقابلة. هدف داخل كل شبكة بين فريق الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديد خلال هذا النزال، هذه المقابلة الودية اللي كتجمع بين الفريقين. لاعبين ديال الدفاع الحسني الجديد كيحاولوا احتكروا الكرة، ولكن على مستوى خط الدفاع مع الاعتماد على الحملات المضادة، لأن فريق الرجاء البيضاوي مالئ بشكل جيد وسط الميدان. هذا هو الشيء اللي كيخلي اللاعبين ديال الدفاع الحسني الجديد كيحاولوا يدرجوا الكرة على مستوى الدفاع. خطأ لصالح مدافع فريق الرجاء البيضاوي، الرجاء البيضاوي اللي كيلعب بهدوء هذه المواجهة، هذه المقابلة، لأنه كيعرف أنها مقابلة حبية، كيتجنبوا اللاعبين حتى الأعطار، لكن تكون تعليمات من المدربين باش ما تكونش ديك الاصطدامات. لأن الهدف هو الاحتكاك، هو تجريب اللاعبين، ماشي هو الإصابات يعني الأعطاب. لا قدر الله، يعني كل مدرب كيحاول يجرب اللاعبين، ولكن في الأخير ما تكونش إصابات، وهذا ما نتمناه، لأن الهدف من مثل هذه المقابلات هو تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين والاحتكاك، قياس مدى جاهزية اللاعبين. رجاء البيضاوي الفريق العالمي اللي يمثل كرة القدم الوطنية في أكبر المحافل الدولية في كأس العالم. مازال كنتذكروا يعني المقابلات الكبيرة اللي جراها سواء في إسبانيا أو بالمغرب أو ضد ريال مدريد بالبرازيل، أو المقابلات ديال المغرب واللعب ديال المقابلات النهائية.
فريق اللي دائما يشرف كرة القدم الوطنية سواء على الصعيد العربي أو الإفريقي، يعني كيكون من خيرة الأندية اللي كتمثل كرة القدم الوطنية، إلى جانب الوداد، إلى جانب الجيش الملكي، الكوكب مراكش سبق اللي فاز بكأس الكاف، ولكن الكوكب الآن كيعيش مشاكل كثيرة. نتمنى إن شاء الله مثل هذه الأندية المرجعية تحل المشاكل ديالها. على أي كان نبقاو الآن نتبعوا هذه المقابلة اللي بين أمامنا اللي كتجمع بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديد. هنا يعني هذه حملة ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كيضغط بحثا عن هدف التقدم، يعني ضغط في هذه الأثناء من طرف عناصر فريق الرجاء البيضاوي على الدفاع ديال الدفاع الحسني الجديد. قبلة متعادلة، هدف داخل كل شبكة. الجماهير المغربية يعني كلها كتنتظر المقابلة اللي غتجمع بين فريق المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري بالمونديال العرب. مقابلة نهاية قبل الأوان، المقابلة تكون حارقة. على حساب ما شفنا الجماهير المغربية كتمنى نتيجة عريضة للفوز للمنتخب الوطني، منتخب اللي بصم على مقابلات كبيرة خلال هذا كأس العرب. الكرة الآن دائما عند عناصر فريق الرجاء البيضاوي خلال هذه المقابلة الودية اللي كتجمع الدفاع الحسني الجديد وفريق الرجاء البيضاوي. يعني تمريرات ما بين عناصر فريق الرجاء البيضاوي اللي كيحتكر الكرة في هذه اللحظات كيبحث على هدف التقدم. الوقت لفريق الدفاع الحسني الجديد مالئ وسط الميدان بشكل جيد، رغم انها مقابله حزبيه ولكن كل فريق يحاول ينتصر. ملعب جميل، ملعب العبدي بالجديدة، لا على مستوى الأرضية أو على مستوى المدرجات كما كنشوفوا. كاين صراع على مستوى وسط الميدان بالنسبة للفريقين، بالنسبة لفريق الدفاع الحسني الجديدي أو فريق الرجاء البيضاوي. يعني الكرة متمركزة بشكل كبير في وسط الميدان واللاعبين يعني غالبيتهم في وسط الميدان، وبالتالي كاين تكتل على مستوى وسط الميدان. كل فريق كيحاول يسيطر على وسط الميدان، هذا هو الشيء اللي كيخلي عدد كبير ديال اللاعبين في وسط الميدان سواء من جانب الرجاء البيضاوي أو من جانب فريق الدفاع الحسني الجديد. قبلة متواصلة، الغاية والهدف منها هو كما قلنا تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين سواء بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي أو بالنسبة فريق الدفاع الحسني الجديد. كل مدرب كيبغي يجرب اللاعبين، يجرب عدد كبير لقياس مدى جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة. يعني التعليقات ديال المشاهدين اللي كيشاهدوا معنا مقابلة الدفاع الحسني الجديد وفريق الرجاء البيضاوي كيتمناو الفوز للمنتخب الوطني على المنتخب الجزائري ب3-0، وهذا ما نتمناه، نتمناو يعني تكون النتيجة أكبر كاع من 3-0، لأن المنتخب الوطني المغربي بصم على مستوى جيد، مستوى كبير.
مقابلة متوقفة كتطر إسعافات أحد لاعبي فريق الرجاء البيضاوي. فكما قلنا يعني الغاية والهدف هو تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين ماشي الأعطاب. يعني نتمنى والله يعني جميع اللاعبين يخرجوا من هذه المقابلة في صحة جيدة، لأن المدربين للمدرب ديال فريق الرجاء البيضاوي أو مدرب الدفاع الحسن الجديد المساعد سعيد بهلول، فهما كيحاولوا يجربوا أكبر عدد ممكن من اللاعبين لقياس مدى جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة وتفادي الأعطال. هذا هو الشعار اللي كيدخلوا به الأندية لهذه المقابلات الودية، تجريب عدد كبير من اللاعبين وتفادي الأعطال وتفادي الإصابات، تقديم عروض جيدة طبعا. رغم أن المقابلة ودية فالمدربين لم يهدأ لهم بال، لا مدرب الرجاء البيضاوي كما كنشوفوا ولا المدرب ديال فريق الدفاع الحسني الجديد سعيد بهلول اللي كينوب على عرض حق من شيخ العالق بفرنسا. سعيد بهلول لاعب سابق لفريق الدفاع الحسني الجديد، واحد من أفضل المدافعين اللي مروا بهذا الفريق. لاعب فريق الدفاع الحسني الجديد الآن كرة عند عناصر الفريق الرجاء الرياضي البيضاوي عند الهدهودي قائد دفاع ديال فريق الدفاع الحسني الجديد، واللاعب اللي يحمل قميص الدفاع الحسن الجديد الهدهودي مدافع الرجاء البيضاوي وابن فريق الرجاء البيضاوي اللي سبق ليه يعني مر من هنا يعني ازيد من 5 سنوات قضاها لفريق الدفاع الحسني الجديد. لاعب خلوق لاعب منضبط الهدهودي. اللي تم اسقاط الاسم ديالو من لائحه المنتخب الوطني المحلي اللي كيشارك او المنتخب الوطني الرديف اللي كيشارك في كاس العرب. الهدهودي من اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا المقابلات الحبيه ضمن المنتخب الوطني، كان في التشكيله ديال المنتخب الوطني المحلي، ولكن ايام قليله قبل اقلاع او رحلة الفريق الى قطر لكي يتم اسقاط اسم اللاعب الهدهودي، ولكن رغم ذلك يبقى من اللاعبين الكبار، من اللاعبين اللي يمكن يعول لهم المنتخب الوطني سواء المنتخب الرديف او المنتخب الاول، لانه لاعب له من الامكانيات المحترمة ما يؤهله لحمل قميص المنتخب الوطني. مقابلة متوقفة، الطاقم الطبي ديال فريق الدفاع الحسني الجديد كيقدم الإسعافات. لاعب ساقط من فريق الدفاع الحسني الجديد، الدفاع الحسني الجديد اللي كيعاني من أزمة مادية خانقة خلال هذه الأيام بفعل تأخر صرف منح الجهات المحتضنة
الجهات اللي متعاقده مع فريق الدفاع الحسن جدي، وهذا هو الشيء اللي خلى الفريق يعيش صعوبات ماليه. كنا قبل قليل استضفنا الناطق الرسمي لفريق الدفاع الحسني جدي اللي جاوب على مجموعه من الاسئله والمشاكل. ما كتجيش فرادة، فريق يعيش ازمه ماديه، وظهر مدرب من الاوروغواي كيطالب بثلاثة مليار بدعوى ان الفريق كان تعاقد معه وعاود يعني فسخ العقد من جانب واحد، وهو هي شكايه مفبركه. فريق الدفاع الحسني الجديدي يعني ربح القضيه على مستوى الطاس، شرط لصالح فريق الرجاء البيضاوي على مشارف مربع العمليات ديال الدفاع الحسني الجديدي. كيسترجعوها اللاعبين ديال الدفاع الحسني الجديدي. كرة الآن عاد على سير الدفاع الحسني الجديدي اللي كيعتمد على الحملات المضادة السريعة. كاين رياح قوية هنا بالملعب العبدي بالجديدة في هذا الأثناء، كما كنلاحظوا يعني رياح قوية، برد قارس. فريق الرجاء البيضاوي، هذا هجوم لصالح فريق الرجاء البيضاوي، ولكن التمريرة كتمشي بعيد. دائما الكرة الآن عند فريق الدفاع الحسن جديد، حملة مضادة سريعة. كما قلنا فريق الدفاع الحسني الجديد كيلعب بالزي الاخضر في الوقت اللي فريق الرجاء البيضاوي كيلعب بالزي الازرق خلال هذه المقابله الوديه اللي كتجمع بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديد في جولتها الثانيه. دائما النتيجه هدف داخل كل شبكه. رائع اللاعب الهدهودي عميد الفريق اللي كيمرر. في هذه الأثناء نهاية المقابلة بالتعادل الإيجابي، هدف داخل كل شبكة. بوبا معنا الآن لاعب بوبا لاعب فريق الدفاع الحسني الجديد، واحد من اللاعبين اللي شاركوا في هذه المقابلة. بوبا يعني شنو الغاية والهدف من مثل هذه المقابلات، مقابلات ودية تجيو بعد توقف البطولة يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتعرف على ان تكون في البطوله تكون غادي بواحد الريجم، جا حبسنا الحمد لله، خدينا واحد الراحه الحمد لله. دابا استأنفنا التدريب الحمد لله، الفريق تيمر في احسن مراحل ان شاء الله. كنوعدوا جماهير جديده ان شاء الله على اننا نحققوا المبتغى ديالهم، الاحتلال ان شاء الله مراتب متقدمه. وشكرا. شكرا لك اللاعب بوبا. يعني اللاعبين كيغادروا ارضيه الملعب في هذا الاثناء. أن انتهت المقابلة بالنتيجة المعروفة، هدف داخل كل شبكة ما بين لاعبين ديال الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديد. مقابلة ودية اللي جمعت فريق الدفاع الحسني الجديد وفريق الرجاء البيضاوي. Thank you.
طيب انا جاي من اللاعبين اللي تابعوا هاد المقابله عبد الاله فهمي اللاعب السابق لفريق الدفاع لفريق الرجاء البيضاوي اللي تابع المقابله كما قلنا يعني مجموعه من الوجوه اللي شفناهم تابعوا هاد المقابله المقابله اللي جمعت بين فريق رجاء البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديد قبل انتهت كما قلنا بهدف داخل كل شبكة الآن أمام مستودع ملابس فريق رجاء البيضاوي أمام مستودع ملابس فريق رجاء البيضاوي هذه المقابلة اللي كما قلنا انتهت بالتعادل هدف داخل كل شبكة مقابلة ودية احتضنها ملعب العبدي بالجديدة وانتهت بهدف داخل كل شبكة ما بين فريق رجاء البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديدي أشديتك يا عبد الإله يعني كما قلنا من بين اللاعبين اللي تابعوا هذه المقابلة اللاعب الدولي السابق عبد الإله فهمي لاعب فريق رجاء البيضاوي مدرب الحراس ديال فريق رجاء البيضاوي الدغاي واحد من نجوم فريق رجاء البيضاوي سابقا ذهب الى فهمي اللي تابع المقابله جوج من نجوم فريق رجاء البيضاوي سابقا سي سعيد الدغاي وسي عبد الاله فهمي سي سعيد هذه مقابله وديه كيفاش شفتي هذه المقابله سي سعيد؟ وبالنسبه للمقابله اللي جرينا اليوم مع الدفاع الحسني جدي مقابله ديال وديه اللي كانت فيها النديه وكان فيها حماس
وشنا الفريقين اللي قدموا عرض اللي كان في مستوى، وحنا خدينا هذه المقابله بانها مقابله تجريبيه، كنستعدوا بها للنهائي ديال سوبر كوب ان شاء الله اللي يكون في قطر ضد الاهلي المصري. والحمد لله خرجوا اللعابه ما كاين لا بليسير لا والو، وخدينا خدينا خدينا تنافسيه وخدينا تجربه، المقابله كانت في مستوى. شكرا لك سي سعيد، هذا واحد من الحراس الكبار اللي مروا ديال الدفاع الحسني الجديدي ديال فريق الرجاء البيضاوي. يعني سعيد دغاي واحد من ابرز الحراس ديال الرجاء البيضاوي اللي الان كيشغل المهمه ديال مدرب الحراس بهذا الفريق فريق الرجاء البيضاوي. المقابلة كما قلنا انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثله بين الفريقين، يعني بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديد. فريق الرجاء البيضاوي اللي كيستعد كما قلنا لسوبر كوب اللي غيتجرى في قطر. اللاعبين ديال الرجاء كيغادروا الان ويتوجهوا لمدينه الدار البيضاء بعد نهايه هذا المقابله. فريق الرجاء البيضاوي اللي واجه مال كبير سلطان طاوي صحيحة بخير. سلطان طاوي واحد من ابرز الاداريين ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي شاهدناه اللي ارتبط اسمه كثير بفريق الرجاء البيضاوي. هذه الحافلة ديال فريق الدفاع الحسني الجديد واللي كنا سمعنا عليها بأن تم الحجز ديالها، ولكن هي الآن مركونة بملعب العبدي بالجديدة بحسب ما جاء على لسان المسؤولين ديال فريق الدفاع الحسني الجديد. فهم لحد الساعة ما توصلوا حتى لشي حاجة ديال الحجز، لا بالنسبة للحافلة ولا بالنسبة بالنسبة للحافلة ولا بالنسبة ل الحافلة ومشى السيارات. كاين أيضا حتى الحافلة ديال نادي الرجاء الرياضي الجديد حتى هي كاينة هنا بملعب العبدي بالجديدة.
يعني حافلة فريق الدفاع فريق رجاء البيضاوي يعني قبل الانطلاقة من جديدة صوب مدينة الدار البيضاء بعد نهاية هذه المقابلة الودية اللي جمعت ما بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديد واللي انتهت بالتعادل 0-0 بين الفريقين بهدف داخل كل شبكة بين الفريقين. مقابلة انتهت شفنا فيها جوج ديال الأهداف. فريق الرجاء البيضاوي كان هو السباق هو اللي فتح حصة التسجيل في الجولة الأولى في الوقت اللي فريق الدفاع الحسني الجديد تعادل في اللحظات الأخيرة من عمر هذه المقابلة. اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي كيغادروا الآن في اتجاه الحافلة ديالهم اللي غتتجه صوب مدينة الدار البيضاء بعد نهاية هذه المقابلة اللي جمعت بين فريق الدفاع الحسني الجديد ورجاء البيضاوي واللي انتهت متعادلة بهدف داخل كل شبكة. مقابلة انتهت بالتعادل هدف داخل كل شبكة بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديد. المقابلة الودية اللي جمعت بيناتهم هذا اليوم بملعب العبدي بالجديدة. فريق الرجاء البيضاوي كان هو السباق للتسجيل الهدف في الجولة الأولى في الوقت اللي أدرك فريق الدفاع الحسني الجديد هدف التعادل خلال الجولة الثانية وبالضبط في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المقابلة. فريق الرجاء البيضاوي سينتقل بعد قليل إلى مدينة الدار البيضاء يعني من ملعب العبدي بالجديدة صوب مدينة الدار البيضاء. كانت مقابلة ودية الغاية والهدف منها هو تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين بهدف تجريبهم وقياس مدى جاهزيتهم للمقابلات المقبلة خاصة وأن فريق رجاء البيضاوي مقبل على مقابلة سوبر الكوب المقابلة الهامة اللي غادي تجرى بقطر. Thank you.
هذه حافلة فريق رجاء الرياضي البيضاوي اللي غتوجه بعد قليل غتنتقل من ملعب العبدي بالجديدة صوب مدينة الدار البيضاء بعد نهاية هذه المقابلة جمعت ما بين فريق رجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي. هذا الطنطاوي واحد من الإداريين ديال فريق رجاء البيضاوي اللي عطاو الشيء الكثير لهذا الفريق، مرتبط اسمه كثير بفريق رجاء البيضاوي. رجاء البيضاوي اللي كيعول كثير للفوز بمقابلة سوبر كوب اللي غتجرى بقطر. شفنا اليوم كيفاش لعب باقتصاد كبير، كان كيحاول يتجنبوا اللاعبين ديالو يعني الاعطاب، ربما كانت تعليمات من الطاقم التقني والمدرب لهذا الفريق لتجنب الاصابه. شوفوا يعني اللاعب الدولي السابق عبد الاله فهمي، اللاعب السابق لفريق رجاء البيضاوي اللي حاضر لهذا المقابله، كيرافق يعني الحارس السابق الدغاي ديال رجاء اللي كان رافقه في المسيره ديالو بفريق رجاء البيضاوي. خلال فتره من الفترات الذهبيه لفريق رجاء البيضاوي اللي كان فاز فيها فريق رجاء بست بطولات متتالية. Thank you.
حتى واحد ليه. مكتبة صاحب الشمرين والله مكتبة الله يعاونك موسى. إذن فريق رجاء البيضاوي غادي يغادر في هاد الأثناء في اتجاه مدينة الدار البيضاء. هذا اللاعب الدولي السابق عبد الإله فهمي في التقاط ديال الصور. أشنو؟ على الآن لاعب الدولي السابق عبد الإله فهمي لاعب فريق رجاء البيضاوي اللي تابع هاد المقابلة اللي جمعت من فريق الدفاع الحسن جديد وفريق رجاء البيضاوي للحكمة ديالو كتغادر في هاد الأثناء ملعب العبدو في اتجاه مدينة الدار البيضاء. سي عبد الإله يعني كيفاش شتي هاد المقابلة الودية اللي جمعت من فريق الرجاء وفريق الدفاع الحسن الجديد اللي انتهت بهدف داخل كل شباك؟ مقابلة إعدادية بالنسبة للفريقين لأن كاين واحد التوقف ديال البطولة. شفنا بأن مقابلة كانت في المستوى المطلوب رغم العياء كنظن كانوا الدراري سير شارج لانه بين على الجميع اللاعبين لا الفريق رجاء البيضاوي ولا الدفاع الحسن الجديدي بان واحد العياء لان سي تطفي نورمال كان واحد سير شارج وكانت لونطريمون جو بونس على لي جوار خدموا في هاد لا سيمين هادي سي نورمال ما شناش هذيك لا رابيديتي في لو جو في الملعب لكن كانت مقابله في المستوى باش يبقاو اللاعبين في الاحسن باش يوجدوا بريباريو للشامبيونا اللي غادي تبدا من هنا لواحد جو بونس اون سيمين ولا على العموم مقابله في المستوى تفرجنا في اللاعبين كانوا في المستوى نتمنى التوفيق للفريقين. اخر سؤال كيفاش كتتوقع المقابله ديال المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري في المونديال العام؟
الكل كيعرف بان المنتخب المغربي قدم واحد المستوى جيد في كاس العرب. شنا 3 انتصارات، 9 اهداف ما سجلش عليهم حتى هدف. المقابله ضد الجزائر هنا غادي يكون خاص المنتخب المغربي يكون مستعد لها اكثر، لان كتعرفوا بان الجارين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري غادي تكون واحد مقابله شيقه. كنتمنوا هذه المقابله تدوز في واحد الروح رياضيه بين الفريقين، بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله. كنت معنا مباشرة على قناة شوف تي في. شكرا جزيلا لك. شكرا سي زوين. شكرا هذا كان مدعوكم، استودعكم الله والى اللقاء.